نحتفلوا بإخواننا وأخواتنا المتقاعدين والمتقاعدات. اليوم الحمد لله أنكم تواجدوا معنا في إطار يوم تكريم الموظفين المحلين المتقاعدين برسم سنة 2019، وهي بادئة أبد دائما جمعية العمل الاجتماعية لموظفي عملتي مقاطعات بمسيكم ونرشيد على إقامتها احتفالا بإخواننا الموظفين المنخرطين داخل الجمعية. وهذا الاحتفال كيكون هو تعبير منا صادق على واعتراف من بالمجهودات اللي قاموا بها هؤلاء الموظفين، يعني على مسارهم، على طولة مسارهم المهني، واعتراف منا بالمجهودات وكل ما قدموه لصالح الإدارة المغربية. متمنين دائما أن نجد إن شاء الله الفرصة لإعادة اللقاء بهم والتواصل معهم. فهذا مولى المنخرطين وإن اليوم حيلوا على التقاعد فهم دائمون يعني في انخراطهم داخل الجمعية، الجمعية اللي ما عندهاش فقط هذا البرنامج، ولكن كتقوم دائما سنويا بمجموعة من الأنشطة، من بينها أنشطة يعني تكريم ديال عيد المرأة، دائما نحتفل بعيد المرأة، وكذلك تكريم الموظفين يعني عن طريق تقديم المساعدات الرمضانية وتقديم مساعدات بمناسبة عيد الأضحى المبارك. كذلك أنها كتقدم للموظفين ديالها واحد المساهمة مادية وإن كانت رمزية، يعني 10,000 درهم ماشي مبلغ اللي ممكن أنه يكون يعني مبلغ اللي غنقولوا حنا كبير، ولكن ممكن أنه يعين هؤلاء المتقاعدين يعني على تحمل أعباء ديال الاقتطاعات الأولية اللي كتكون يعني من الأجور ديالهم في الشهور الأولى. الغاية كما كنا دائما هو الشكر لهؤلاء الموظفين لأنهم قدموا الكثير للإدارة المغربية، متمنين لديهم أن يستمروا يعني في حياتهم الجديدة بصحة جيدة، وأن نلقاهم دائما إن شاء الله يعني في أعلى المراتب وأعلى الدرجات. وشكرا. بالنسبة لي أنا يا كأنني كنت الحركه ديالي والتحركات ديالي محدوده، فاذا به مني خديت التقاعد كانني اطلق سراحي وقطعت السلسله كما تيقولوا. بهذا مقابل سياحه دينيه ودنيويه وصله الرحيم وشي حوايج اللي ما يمكنش ليا تحوا ليا وانا متقيد بالاعباء ديال العمل مده 38 سنه، تحوا ليا دابا وانا تنحمد الله ونشكره بزاف. ابدا حياه جديده بدون لو تقول التزامات بين قوسين، بدون يعني الحريه التامه. طلبت من الاداره باش نستمر في العمل وشكرتهم على هذا حسن الظن بيا وعلى هذا حسن الثقه، ولكن فوق طاقتك لا تلام. اصبح الجسم واصبح الدماغ لا يطيق فوق طاقتك لا تلام. ماذا بيا نبقى في وسط الاخوان ونبقى معاهم ونستمر معاهم كيف سميتوا لي. الضغط الاداره كاين ضغط الاداره، والحمد لله هذا لا يمنع اننا نبقاو على اتصال مع الجمعيه ديالنا في الحل والترحال، وفين ما يكون شي حفل وفين ما يكون شي استفاده وفين ما يكون شي حاجه. لازلنا منخرطين رغبه التقاعد. لا، الاساس ديال كل حاجه وهو التنظيم وهو البرمجه. في خلال حياتي العمليه كنت كنبرمج اي حاجه بغيت نديرها، مثلا كنخليها نهار السبت والحد. فهذا لا يمنع انني منين خديت التقاعد ديالي برمجت الحياه ديالي على اشنو غندير، يعني استعمال الزمن امبرو دي طون هو اللي تيمشي عليه الانسان، وفي اخر المطاف تيحصل على نتائج طيبه. كيف قلت لك انايا كيف ما كان كيبرمج الوقت ديالو، كيبرمج هدف الشباب ديالو في خلال العمل ديالو، فكذلك غادي يبقى يستمر على هذاك المنوال. بار كونتر الا كان غير كيخبط وخبط عشوائي في حياته العمليه وفي حياته الشخصيه، راه حتى في التقاعد نفس الحال. رمشت عين حتى انه في القران بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الايه اللي كتقول واستسمح، ما معناها؟ حتى كانهم لم يلبثوا الا عشيه او ضحاها. العمر كله عملي كانه بشي عشويه واحد ضحويه اليوم. دخلت في 23 سنه، انا دابا عندي 61 سنه كاب، عندي وليداتي وعندي احفادي، نفشي بلاصه الاخلاص في العمل حتى كيأدي هذيك الرساله ديالو الى اخر المطاف. حتى الا ما تشكرش عليها مع عند العبد كتشكر مع عندها، كتشوف في ميزان الحسنات ديالو عند الله سبحانه وتعالى. ظروف العمل عندهم دابا متاحه، حنا يخدمنا بالقلم والقومه والستيلو ومحي وضرب، وكانوا الكتيبات الله يسمح لنا منهم كان هذا الصبع هذا كيدوروه بالسبرادرا باش كيضربوا داك الداكسيلو القديم، استقر طق استقر طق.
فإذا به دابا برمجت عين برمجت هذا كل شيء ميسر كل شيء مبرمج كل شيء بيان كلاسي بيان بفضل الإعلاميات وبفضل إحساس هو حزن مشوب بالفرح زي حزن من واحد الإنسان ولفتي تشوفه دائما وهذا ما غاديش نقطعو كما قلت لك ما نقطعوش الصلة مع الجمعية ديالنا وداخل الجمعية راه كنشوف الموظفين كاملين